إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، مع كتاب تيسير مصطلح الحديث للأستاذ محمود الطحان، نعيش إن شاء الله مع تعريفات أولية، مع تعريفات أولية. فأول ما بدأ بالتعريف عرف علم المصطلح، علم المصطلح. وينبغي لك أن تفهم أن علم المصطلح هناك شيء نظري وهناك شيء عملي، لذا بعضهم يقول المصطلح التطبيقي لأنه يعنى بالتخريج، وهناك مصطلح نظري قائم على قواعد أو مباحث في إجازات ومسلسلات. فبالتالي لم يقصد المصنف أن يحيط بجميع أنواع المصطلح، وإنما ذكر التعريف الغالب الذي فيه المصلحة والثمرة المرجوة من هذا العلم. فقال: علم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، ومنه ما يلزم، هذه زيادة، من حيث القبول والرد. إذن نحن نتعلم علم المصطلح لكي نصل إلى درجة ومرحلة نحكم على هذا الحديث الذي هو مكون من سند ومتن، نحكم عليه من ناحية القبول أو الرد، نقبله أو نرده. وهذا هو أهم شيء في علم المصطلح. وقد يقول قائل: يا شيخ، هناك من مباحث المصطلح نظرية مثل المسلسلات مثل الإجازات. فهذا هو التعريف الذي ذكرناه، والتعريف الأهم، وهذا هو الغالب. وما ذكرت به الإجازات والمسلسلات يندرج تحت الملح وليس الصلب في هذا العلم. وبالتالي موضوعه السند والمتن، موضوع هذا العلم السند والمتن. السند، ما هو السند؟ سلسلة الرواة الذين تعاقبوا على رواية الحديث. والمتن هو نص الحديث ومضمونه كما سيأتي معنا لاحقا. فقال: ما هو ثمرة علم المصطلح؟ قلنا: الثمرة معرفة المقبول من المردود، الصحيح من السقيم، أي المقبول من المردود. هل هذا مقبول هذا الحديث؟ هل هذا مردود؟ لأن المقبول يكون للصحيح و الحسن، والمردود يكون للضعيف بأنواعه. فتنبهوا إخواني في الله إلى هذه المسألة. فقادنا إلى تعريف الحديث، فقال: الحديث لغة الجديد. نحن لا نريد المعنى اللغوي، وكتب اللغة كثيرة جدا التي تذكر بمعاني المفردات، فمن يذكر لي كتابا يعني بمعاني اللغة من العلماء السابقين؟ واحد: لسان العرب، لمن؟ لابن منظور، وهو كتاب له طبعات كثيرة، منها ما وصلت إلى 30 مجلدا، الطبعة المشتهرة البلاقية، ثم رتبت في دار المعارف في 6 مجلدات. تفضل. الكتاب الثاني: معجم مقاييس اللغة، لمن؟ لابن فارس، وهذا من أجمل كتب اللغة التي يستقي منها طالب العلم نفس السلف السابقين. 3: تهذيب اللغة، لمن؟ لأبي منصور الأزهري، وهذا كتاب نفيس يفرح به طلبة علم الحديث،
لأن فيه أسانيد من طريق المصنف. فالأزهري فقيه شافعي، وكان يروي أحاديث بالإسناد من طريقه رحمة الله عليه. فعلى كل حال، فمثل هذه الكتب تساعدك بالمعرفة اللغوية. أضف إلى كتب المعاصرين، ومن أشهرها كتاب المعجم الوسيط، وهذا كتاب سهل ميسور، لابد أن تقرأ به بداية حتى يدخلك على كتب العلماء السابقين. أما اصطلاحا الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وبعض الكتب حتى تذكر الأحاديث تطلق على الآثار، مثل كتاب شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار والحديث. على كل حال، فإذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، وهذه الإضافة قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. التقرير أي فعل حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره ووافق عليه وقبله عليه الصلاة والسلام، أو صفة، الإخبار عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ماذا تسمى في علم المصطلح؟ كتب الشمائل، كتب الشمائل. ومن أشهرها كتاب الشمائل للإمام الترمذي، والذي اختصره شيخنا الألباني وهذبه في مختصر الشمائل المحمد عليه الصلاة والسلام. أما التعريف التالي فهو الخبر، فلغة النبأ، فلان أخبرك أي أنبأك، وجمعه أخبار. أما اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال: واحد، مرادف للحديث، عندما تقول خبر أي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول آخر أن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرت عن قوم فلا يقال حديث، وإنما يقال خبر. أخبرت عن الدولة الأموية، أخبرت عن الدولة العباسية، أخبرت عن زمن الصحابة، يسمى خبر. هذا قول. ودائما أهل العلم يتساهلون في الاصطلاحات ويقولون لا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن تظهر معنى اصطلاحك. وثالثا أعم منه، أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، أي يجوز أن تخبر بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن تخبر عن غيره. أما الأثر، فالأثر لغة بقية الشيء، الأثر ما تبقى من الشيء. أما اصطلاحا ففيه قولان مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا، كما ذكرنا قبل قليل شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار للطحاوي، وكلاهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلان أثري، أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوب إلى أصحابه والتابعين، وهذا لا يتعارض مع هذا، فهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه والتابعين. والتعريف الآخر أن الآثار مختصة فقط بالصحابة فما دونهم، فكتاب مصنف عبد الرزاق كتاب آثار، كتاب مصنف ابن أبي شيبة كتاب آثار،
لأن الغالب عليه هو إخبار عن الصحابة والتابعين، وإن كان فيه أيضا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إخواني في الله، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. معلش إحنا يعني قلنا نبدأ.